مرحبا متابعينا الكرام، ورجعنا لكم بحلقة جديدة على قناة أنا الإعلامي الفلسطيني مساء بالحاج، استكمالا بالمبادرة الجزائرية الفلسطينية. اليوم وبهذا اليوم المبارك نقوم في المبادرة بتوزيع القسائم الشرائية على الأسر المتعففة والمحتاجة في قطاع غزة بالتحديد. من هذا المنطلق نقدم شكرنا وعرفاننا لأهلنا وشعبنا في دولة الجزائر، هؤلاء المحسنين الذي دوما اعتدنا على عطائهم الكريم، ونسأل الله أن يبارك لهم هذا العمل وأن يجعله في ميزان حسناتهم. الأرض الحرة يا جزائرنا، أنا فلسطيني عشق خضارك، لو تطلبيني يا جزائرنا. مين اللي ما يحبك، مين ما يهواكي، جيشك حراسك كله فداكي، فلسطيني بدربك دايما معاكي، وبترفع راسك الجزائرية الفلسطينية. شو بتساعد كل أسرة وشو بتساعد تجارة من بيتها؟ أول إشي إحنا بنشكرهم كل الشكر وجزيل الشكر لهم. أهلنا في الجزائر القسيمة الشرائية هذه لما تدخل على البيت بتقضي حاجات كثير، أكل، لحوم، مو بجيب أي إشي لأولادي، بشبع أولادي، أولادي بلاقوا لقمة يأكلوها. إحنا من دون مساعدات هذه ما بنعيش، إحنا شعب محاصر، وإذا ما حدا قدم لنا المساعدات إحنا ما بنعيش، وإحنا بنشكرهم جزيل الشكر على هذه المساعدات اللي بقدموها إلنا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، وكل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله تنعدوا له طيبين وسالمين. شكرا. ونحب ترابك، الأرض الحرة يا جزائرنا، أنا فلسطيني عشق خضارك، لو تطلبيني يا جزائرنا. نشكر إخواننا في المبادرة الجزائرية عم قدموا مساعدة في ظل الشهر الفضيل رمضان، وبارك الله فيكم وإن شاء الله في ميزان حسناتكم. نشكر الأخوة في المبادرة الجزائرية على ما قدموا مساعدة في ظل الأوضاع الصعبة في قطاع غزة وفي الشهر الفضيل، وبارك الله فيكم وإن شاء الله في ميزان حسناتكم.
اليوم الجزائر تقف بجانب شعبنا في ظل هذا الحصار المفروض على أرضنا وعلى قطاع غزة. كذلك الأحداث مستمرة هي في المسجد الأقصى، الدعم متواصل لقطاع غزة وللمسجد الأقصى بإذن الله سبحانه وتعالى. الجزائر دائما تقول كلمتها أمام كل الأعداء أننا مع فلسطين ظالمة أو مظلومة. فباسمي وباسم جميع المستفيدين من هذا المشروع الخيري في شهر رمضان المبارك، نتقدم بجزيل الشكر والعرفان للجزائر حكومة وشعبا على مواقفهم السياسية وعلى مواقفهم المالية والدعم المالي صالح شعبنا الفلسطيني. كذلك الشكر للشعب، هذا الشعب الذي يجود بماله من أجل إخوانه في قطاع غزة. كذلك في هذا اليوم المبارك نشكر إخواننا من المبادرة الجزائرية الفلسطينية المتواجدين في الجزائر الذين يسعون ليلا ونهارا من أجل خدمة أبناء شعبهم الفلسطيني. اليوم غزة تفرح بهذا المشروع الخيري الكبير، بهذه القسائم الشرائية التي يتمكن من خلالها المواطنون في قطاع غزة من شراء المواد الغذائية التي يحتاجونها في شهر رمضان المبارك. رسالة اليوم للجزائر أن يبقوا مع فلسطين وأن يبقوا على هذا الطريق الصعب، هذا طريق طويل وصعب نعلم، لكن بإذن الله سبحانه وتعالى في نهاية الطريق سيكون التحرير بإذن الله سبحانه وتعالى لأرض فلسطين وللمسجد الأقصى المبارك. وسنصلي إن شاء الله سويا نحن والجزائريين في المسجد الأقصى عما قريب بإذن الله سبحانه وتعالى. إلى هنا أحبابنا الكرام بنكون وصلنا نهاية حلقتنا لهذا اليوم. طبعا نشكر المبادرة الجزائرية الفلسطينية على ما تقدمه للأسر المتعففة الفلسطينية في قطاع غزة بالتحديد. نشكر القائمين على هذه المبادرة، الشيخ المناضل أبو أسامة الجزائري والأخ أحمد سعد، ونسأل الله أن يجعل هذا الأجر والثواب في ميزان حسناتهم. كل عام وأنتم بألف خير، كل عام وفلسطين بخير، كل عام والقدس محررة من دارس الاحتلال عما قريب. إلى اللقاء، كان معكم الإعلامي الفلسطيني حسام الحاج، بأمان الله.